اللابتوب جاهز بيريكورد، الكاميرا جاهزة بتريكورد، موبايل جاهز بيريكورد، يبقى كده ما قداميش غير حاجة واحدة بس. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنلعب ببجي تاني. طيب فيديو المره اللي فاتت كان ايه؟ كل ما اموت او كل ما اجيب كلايه او كل ما جيت نوك داون كان مش فاكر ايه بالظبط، كنت ايه باكل قرن فلفل. النهارده هنعمل موضوع مختلف شويه، هلعب جيم بس جيم اركيد عشان يعني ننجز، عشان صراحه بزق في الحاجات الطويله، وهلعب برده سولو مش سكوادز. ليه؟ عشان كل كلايه كل حد اعمله نوك داون حتى من غير ما اقتله، كل حد يقتلني او يعني هو حد يقتلني مره واحده بس، او لو حد عمل لي نوك داون، ومثلا لو حد عمل لي نوك داون هموت لان مفيش حد اصلا ينقذني عشان العب سكواد ولا العب دوس. لا خلينا سكواد. المهم انا هحاول اجيب عدد كيلات كتيره، ولو ما جبتش عدد كيلات كتيره هلعب ماتشين اركيد بدل ماتش واحد. ليه بقى؟ عشان كل كلايه هتبرع بيها بابلكيشن شيرد ميل، هبقى اعرفكم على الابلكيشن ده في اخر الفيديو خالص، بوجبه للاطفال. يعني هو في اوبشنز كتيره، يعني في هبقى افهمكم يعني ايه التبرع هيبقى عامل ازاي قدام. هنستخدم ابلكيشن اسمه شيرد ميل، الابلكيشن اوفيشال من اسمهم ايه، من اليو ان يونايتد نيشنز، ومش مكلف خالص، اي حد ممكن ينزله، اي حد ممكن يتبرع بوجبات زي ما هو عايز تماما. الفيديو ده مش سبونسر عشان تكون بس فاهمين. يلا بينا اركيد كويك ماتش 8 مينتس. سنايبر الموجوده؟ لا سنايبر مش موجوده. خلاص يبقى هنلعب بقى كويك ماتش تيم سولو. يعني دي دلوقتي عملت غلطه فاضحه، قلت هو انا سبت اللعبه بقالي كتير ونزلوني سيلفر من نوم لله وبتاع، نسيت خالص موضوع السيزونز ده. والله انا كنت جامد فشخ في اللعبه بس ست اربع شهور ما بلعبش، نسيت كل حاجه تماما. فيعني معلش ده كان غباء مني، يعني هم ما نزلوش سيلفر ولا حاجه، هو انا بس السيزون جديد فبدم جريد عادي خالص. المهم انا الماتش اللي فات جبت عدد كيلات محترم يعني، فانا هحاول برضو ايه الجيم ده اجيب عدد كيلات محترم عشان اثبت لكم ان انا كل يوم بلعب ببجي تشيكن دينر. اوه ببجي الاغنيه دي بقى يا جماعه اتقفلت على فيسبوك، يعني ما بقوش يوروها للناس كتير. ليه؟ عشان فيها بيرشيس اند سيلينج اوف ويبنز ومش عارف ايه، ولا في اصلا بيرشيسنج ولا سيلينج ولا اي حاجه. المهم نركز في الجيم، نزلنا في بوتشينكي حلو قوي، عايزين ننزل بقى ايه في النص بالظبط، في نص الضرب بالظبط على طول. لعب يا جماعه بالهيدفونز بيفرق فشخ، والله بيفرق فشخ، بالذات لما يكون عندك هيدفون ستيريو فبتسمع اللي جاي ده جاي من يمينك ولا من شمالك ولا من قدام ولا من ورا ولا من فوقيك. يعني زمان كنتش بهتم ان انا العب هيدفونز، بس لا بيلعب بروفيشنال بقى عايز يجيب كيلات وكده، لا الموضوع مهم جدا. مثلا زي ما قلت لكم لو ما جبتش كيلات كتيره هخش جيم تاني وتالت، يعني عايز اتليست اجيب 10 كيلز توتال في الفيديو ده. ايت اول ويبنز حلوه قوي، كنت عايز ايتم هابل بس مش مشكله. يلا شوت جون بدانا، بين كيلر بوست ستاندرد ماك بان اي كي ام، بس اي كي ام سلاح خرافي. خش على الاي كي ام، اوقف هنا ماشي. ناس معايا، تعالى يا ابن الكلب لم 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 ماشي. ده تحت ده هيطلع لي هنا غالبا. First kill of the day. بس عمل لي دامج برضه، عندي صوت متأخر فالموضوع بيزاول. Let's heal. باي بين كيلرز. انا الجيم ده الصراحه مش ايه، مش عايز استخبى، مش عايز اكامب، مش عامل ان انا اكسب، عامل بس ان انا ايه اجيب اكتر عدد كيلات ممكن. فاحنا يلا بينا نقط. اجري يا مجدي. انا مش عارف ليه مش مركز قوي في الجيم، يعني حاسس ان في حاجه اوف كده النهارده. الموضوع صوت المتاخر ده بيزاول قوي. شفتك وانت فوق، تجري بسرعه مش كده. تيك كفر، بص يمين بس انا كده ديت. لم حاجاتك، نايس كيل كده، اتنين حلو قوي. ايه شوت جن بديله بقى بالايه؟ بالام 416. ناخد الباندجز، خد يا ابني الباندجز يلا. حلو الام 416 بحبه عامة، بس الاي كي ام صايع، بس برضه الام 416 اصيع. يلا دوبل سكور، يعني انت فشخ ده، انت يعني امك داعي عليك. تيكنز خد بقى بين كيلر، ناخد قصدي انرجي بوست، وعايزين ريلود الاي كي ام عشان نخلي برضه احتياطي معانا. هو اظن اصلا الليزر سايد ده مش لازمه خالص، احنا لسه نخلي معانا الاي كي ام عشان احنا في اللو رينج، ولما بقى نسنايب قدام فالتومسون جامد فشخ، تومي جان يعني. طول ما احنا لو رينج مش محتاجين ال فاك يو ماذر فاكر. ايه ده ازاي اختفى كده؟ ايه يا عم ده، فين العلبه بتاعته؟ فين اللوت؟ اللوت اهو، اللوت اهو، افتح هات. انا معايا شويه حاجات حلوه وسكوب ومش عارف ايه. مش قادر اخد اكتر من كده. ماشي طيب،
تعال بقى هنا على جنب ونام، عايزين نشوف بس هنا ايه. طيب ايه تايم سكوب؟ مش هحتاجه خالص صراحه في الشوت ده، مش عايزينه. انا عارف كميه ناس هتشتمني ان انا سبت الاي تايم، الاي تايم سكوب، بس انا اصلا مش بلعب، مش بسنايب كتير. دروب دروب كله، مش عايز اي جيج. فور تايم بالنسبه لي حلو قوي. ولا ناخد 8 اكس؟ مش عارف، ما بعرفش اقتل. ماشي ناخد ال 8 اكس عشان برضه ايه الناس ما تشتمنيش في الكومنتس، ونبدله ب 4. ايه ده ما ينفعش؟ اه ال 8 ما بيتحطش هنا، يبقى ماشي ما ينفعش يتحط هنا. ماشي يبقى احنا زي ما احنا كده، خلي ال 4 معانا احتياطي، وده كده احنا الايه الشورت رينج بتاعنا، واللونج رينج بتاعنا تايمز 4. عايزين بقى نجري على الزون شويه، عشان انا بكره ان انا ابقى بضرب ايه ده ولا ايه. هيجيب، لازم اضرب، لازم اعمل له شويه تهويش. هيجري لي تحت، هيجي لي هنا يا حمار. مش والله موضوع الصوت المتاخر ده خرا، يعني المفروض كنت اجيبه فشخ. انا اقفل الصوت احسن ولا العب بصوت الموبايل ولا سابح. بيتر لوك نيكست تايم. مش كونتينيو. المهم 4 كيلات، نلعب جيم تاني. انا جبت اس بلس، حلو. ده وصل قبليه بكتير، فانا لازم يعني هو ادفانتج، فانا لازم ايه انجز نفسي. يلا على البوت بسرعه. ايتم هيفن، لا اول ويبنز. ماشي حلو برضه، اكيد يعني اول ويبنز حلو. والله انا مش عارف ايه الفرق اصلا ما بين اول ويبنز وايتم هيفن، بس غالبا اول ويبنز تبقى عادي، فاهم؟ كانك في جيم عادي خالص. ايتم هيفن كل الايتمز تبقى جامده فشخ، وبيبقى في كل حاجه يعني. فاظن ايتم هيفن احسن من اول ويبنز، اي جس، مش متاكد، مش عايز افتي، عشان زي اخر مره فاتت في ان هم نزلوني سيلفر وايه. لا 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 لا، مش عايز انط من هنا. ماشي ناس حواليا ومفيش ولا سلاح، اي حاجه مسدس، مش اي حاجه. مش حاضر اصلا، معايا بيستل، هو معاه اي كي، معاه شوتجن. هنخش جيم تاني. بص غالبا هيبقى اخر ماتش، لو بس وصلنا تاني خلاص يعني نحاول نوصل بس 10 دونيشنز، مش عايزين اكتر من كده. برضه واحد نزل قبليه، بس هو ايه، هو اتطرف بعيد شويه، بس لا ظبط نفسه لحق نفسه. يلا بينا نشوف بقى مين اللي ايه. والله هيموتني من اول واحده، مش اي حاجه، اي سلاح. شوتجن اهو، معلش معلش، انا في العادي كنتش هقتلك، هو ازاي هيقتلني وهو بيقتلني يعني. انا مش فاهم ايه الشوت جن ابن الوسخة ده، مش حاجة اصلا، خدها معيش اصلا. لا ايوه قلت اي نسخة، اي حاجة يا جدعان، اي حاجة، مفيش دور فوق اصلا. مش اظن الناس هنا المفروض معهاش اسلحة يعني، فانا ايه اروح اقعد اقتل فيهم. لو في ضرب هنا كان سامع صوت ناس، بس مش هو فوق أصلاً. فوق وبيضرب وبرضه مزاولني، مش انرجي درينك، اي حاجة اشربها. انا سامع هو بي ايه، سامع هو بي ريلود. طب عارف انك هنا حمار اصلا، انت شايفني اصلا من الصبح ازاي، ما يعني ما علينا. ريلود ده بالمره، اهم حاجه كمان خلوا اسلحتكم كلها ريلود، يعني لو انتوا قاعدين فاضيين كده السلاح التاني خليه ريلود، ده عشان لو فجاه احتجت تسويتش يكون ايه معاك ريزيرف. ننزل عشان احنا ايه عايزين نجيب كلات، مش عايزين نكامب. نبص كده من بعيد. الشوتجن ده بقى من اهم حاجه فيه ان انت تكون سامع كويس حواليك بقى. انا بقى ايه زي ما قلت لكم، انتوا فاهمين الصوت عندي زي الزفت، ف ماشي ادفانتج خالص. انا هجري على هناك، انا سامع صوت حد اهو، شفته يعني، هو جاي لي متاخر بس انا فيه. انا شايفه هو مش شايفني، فانا ايه المفروض ان انا اعرف اجيبه وانا مستريح. تمام خد حاجاته، خد الجيش. هو ما خدش الهلمت ليه؟ هو ما خدش الهلمت اوتوماتيك ليه؟ ده انا متاكد الهلمت اللي عندي كان اضعف. ما علينا، نط ابن الوسخ. نط وتقول ان هو هيعملها معايا وهيقتلني بعد كل ده. هو راح فين؟ بيضرب عليا. لا لا فعلا بجد، موضوع خرافي.
افكر لا ممكن اركب بكره اركب ممكن اركبر اي ريكفرت حصل. انا كنت مصور انه هيجري عليا وقررت ان انا هرمي السموك, فانا برمي السموك لقيته طلع, فانا خلاص كنت فقدت الامل خلاص انا لسه برمي سموك وهو معاه مسدس, بس حصل بقى هو معاه شوت جن, بس حصل بقى ان هو كان بيريلود فايه رجع لي الامل تاني. في واحد هنا برضه, في واحد هنا تحت برضه هيطلع شكله طلع. جود ماي يا ابن الكلب مش شايف. خش في السموك خش في السموك يا ابن الكلب فين. هو طلع تاني مش طلع تاني طلع فوق, سمع صوته ان هو فوق ريلود. اها شفتك ازاي يعني ازاي يعني سابع برضه. حلو كده احنا قلنا 5 معانا 4 كيلز يبقى كده 9 ومت المره دي يبقى كده 10. انا اصلا انا اول جيم برضه مت ومحسبتهاش وهي ده 11 دونيشن خلاص مش هنلعب تاني كفايه كده. رجعنا لكم تاني ودلوقتي نعمل بقى الدونيشنز اللي احنا قلنا عليها. هنفتح ابلكيشن اسمه شير دي ميل زي ما انتم شايفين, انا بشاور فين زي ما انتم شايفين في الموبايل. نفتح شير دي ميل الابلكيشن ده اليونايتد نيشنز هي اللي عاملاه زي ما قلت لكم اسمه وورد فود بروجرام. اول ما بتفتحه بيديك كده اوبشنز, تروح مثلا الاوبشن الاولاني بيقول لك مثلا ايه شير سكول ميلز ان لبنان وبيديك البرسنتج 84% دون يعني هم يعني فاضل لهم 16% ويبقوا اكلوا كل يعني عملوا وصلوا الجول بتاعهم لكل بقى ايه اللبنيز بيبل اللي محتاجين اكل في المدارس. اول حاجه عندك كده تشايلد فور وان داي دي ب 4.5 جنيه اللي هم المفروض حوالي 30 سنت. احلى حاجه في الابلكيشن بقى انت لو بتعمل لوك ان وانت في مصر بيحول لك كل الدولارات بالمصري يعني بايه مش هتقعد تتزاول يعني. في فور وان داي, في فور وان ويك, في فور وان مانث, ممكن 3 شهور, ممكن سنه بحالها, وممكن بقى تحط فان كاستم اوردر. احنا قلنا هنعمل 11 دونيشن, انا عاده بعمل 1 ويك, النهارده بقى هنعمل ايه 1 داي. دي كده مره واحده ثانك يو شير جميل. ليديز اند جنتلمن نعمل دونيشن تاني ويلكم, نعمل دونيشن كده مش هنخلص. طب اقول لكم حاجه, طالما كده بقى ما نعمل فور 1 ويك يبقى كده تحسبه ب7 ماشي, يبقى نعمل 1 ويك يبقى كده احنا عملنا 7 ويومين 8 يبقى 9 ونرجع بقى تاني نعمل بقى واحد كمان 1 داي يلا يلا نجيب فور 1 داي يبقى كده 10. سوري ده هيز يور كارد واز ديكلاين يا فضحتي عشان كده عملت 9 ولا عملت 10؟ عملت 9 يعني فاضل 2 ما تخافوش هعملهم يعني. وبكده انا بوصل لنهايه الفيديو, ولو مش عاجبك الفيديو ما عنديش غير حاجه واحده بس اقولها لك. كل يوم بلعب ببجي تشيكن دينر او ام جي نط بسرعه من الطياره نام على بطنك في المغاره شوت جنين يا حمار سيبه ودور على سكار نام على بطنك زي الفار اخر الشيء.